في كثير أمثلة لأشخاص غيروا حياتهم تماماً وأبدعوا بعمر أكبر وانطلقوا للعالمية وهم بعمر الأربعين، ويمكن يعني لسه عندهم الكثير. وقبل ما نستقبل ضيفنا ونسمع قصته، خلونا نستعرض معاكم بعض من الشخصيات العالمية اللي تركت بصمتها بعالمنا. هذه يمكن بعض الشخصيات، وإحنا دائما نعرف، وأنا من خلال قراءتي لكثير من الشخصيات الملهمة دائما تبدأ بعمر الأربعين ويكون هي الانطلاقة الفعلية لصناعة مجد شخصي في هذا العمر المهم. ومن الشخصيات الملهمة كمان عالميا نرجع لدبي مع ضيفنا المميز والملهم. اللي قاعد نشوفه بالفيديو هو طبعا ضيفنا اليوم، وانهمك هو بانشغالات الحياه يعني الحياه اليوميه والعمل يعني الهموم، وانشغل كثير، وفتره من الفترات فقد الاهتمام بنفسه حتى وصل انه هو يعني يقول انا ما اشبه نفسي. صار عنده زياده في الوزن بشكل كبير وفقد الامل حتى بالتغيير، لحد ما وصل يوم وقرر يعني يقوم بانقلاب جذري. واكيد هذا الانقلاب يحتاج مجهود كبير، بس بالاخر قدر انه يحقق هدف ويوصل الى تحقيق حلم. صحيح. بعد فتره طويله من المجهود والتعب. ومعنا الحين سيف الياسي. يسعد صباحك. صباح الخير يا سيف. يعني ما شاء الله انت تغيرت تغير جذري من انسان عنده وزن زايد تعبان وحالته يعني مو عاجبته، لانسان رياضي صحي نحيف، حققت كل اللي تبغاه يعني تقريبا. بالضبط. هل واجهت صعوبات كبيره في هذه المرحله اللي انت قررت انه خلاص انا بتغير؟ لانه هنا تبقى الاراده. هي بالضبط. خلي شوي نرجع قبل شلون سمنت وشلون وصلت الى مرحله السمن. طول عمري كنت احب الرياضه كهوايه، الى حد ما وصلت مرحله انه جيت للامارات قبل 16 سنه ودخلت في مجال العمل وحياه دبي وحياه الامارات اللي تجذب اي شخص لاي مجال. نعم. فجذبتني الى المجال الخطا اللي هو الفاست فود والحياه الكسوله، التهاء بالعمل فقط والعوده الى البيت بدون الاهتمام بالصحه. نعم. وبالاكل. فكنت اواجه صعوبه في إيجاد الأكل النظيف، أي شيء سهل وأي شيء سريع. تفاجأت في يوم من الأيام بعد انقطاع عن الجيم لفترات طويلة سنين أنه وزني زاد، ملابسي تغيرت، قياسات ملابسي تغيرت. فقلت لا، في شيء غلط، خلينا نغير الموضوع هذا. فدخلت إلى أنه أرتب موضوع الأكل واهتم بالموضوع، بأعرف التفاصيل بس مجرد أنه أنطي اهتمام أكثر لها. فرتبت الموضوع وبعد دخلت الجيم كانوا يسألوني أنه كيف كم وقت تستغرق في الجيم. هذا السؤال طبعا دائما اللي يكون متكرر. هو الوقت ما يحتاج لغير بس ساعة واحدة، أنت ممكن تخصص لك ساعة في اليوم، 4 ساعات في الأسبوع فقط أنه تهتم بنفسك. فهذا اللي صار بالنسبة لي. ما أقعد أتفرج تلفزيون، إذا الناس يخلصون شغلهم اليومي الصباحي يرجعون يتفرجون تلفزيون، أنا أستغل هذا الوقت أكون في الجيم وأساعد نفسي إلى أطور روحي. زي في أهم شيء يعني ممكن الآن كل المشاهدين اللي قاعد يتابعونا سيف، هو قبل وبعد. نعم. خلينا نشوف قبل وبعد ونشوف احنا يعني واضح التغيير الكبير. نعم. يعني هذه الصور اللي على اليسار في عمر 29. نعم. فترة يمكن أسوأ فترة مريت بيها. أنت في 29 كنت أكبر من الحين يعني. يعني الشكل أكبر. صار عندي تحدي أصحابي والمحيطين في من عندي يعني حواليا.
قلت لهم أنه راح أقرر أنه أوصل إلى مرحلة ما واصلها بحياتي اللي هي أقل من 20. نعم. فكان الموضوع صعب جدا، قالوا لي لا مستحيل تسويها، أنت شخص كبرت بالعمر. فقلت لهم الرقم هذا العمر مجرد رقم بالنسبة لي، وراح أثبت لكم هذا الشيء. والحمد لله يعني إذا ما تشوفون هذه الصور اللي على اليمين، عمري 40 سنة حاليا، عمري 40 سنة. أظن أنه أحسن فترة مريت بها بحياتي هي حالية، والأفضل قادم أفضل إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. الله يكتب لك دوام التوفيق والنجاح. ما شاء الله، يعني هذا الشيء خلاك الآن سيف تشارك ببطولات. نعم. وشجعك أكثر للتقدم بالموضوع. نعم. مسألة أهمية أنه الإنسان ما يسمع للمحيطين أي شيء محبط. أكيد. وكأنه يعني للأسف أنه في كثير من المحيطين يطلق عليك حكم، أنه كأنه يحكم عليك أنه الشيء اللي أنت تبي تفكر فيه هذا ما راح يصير، أو الأفكار أو التغيير اللي تبي تقوم فيه ما راح تقدر. خليني أقول لك شغلة، أنت الناس مستحيل تقدر تسكتهم. نعم. أو ترضيهم حتى. مستحيل. نعم. يعني إذا يجي واحد يقول لك شغلة سلبية. نعم. أنت لازم تسمعها، بس تعتمد أنت عليك شلون راح تحولها إلى شغلة إيجابية، وشلون. نعم. تتحول إلى طاقة إيجابية. نعم. كل الشغلات اللي سمعتها خلينا نسميها السلبية. نعم. كانت هي هدف والحافز أنه أطور نفسي، وصر وعاند لأنه بطبعي عنود، أنه أعاند الناس اللي قالت لا مستحيل أن توصل إلى هالمرحلة هذه. نعم. فعاندت الأشخاص هذول وأحب أسمع لهم، قمت أحبهم أروح أسمع لهم. هم غيروك بالضبط، هم هذول، لأنه أحتاج طاقة. نعم. الطاقة من وين تجيني؟ من الناس السلبيين. والله ممتاز. طيب منصة التتويج، شعورك لما وصلت لمنصة التتويج؟ هذا كان تحدي بالنسبة. نعم. إلي بعمر 39 نزلت فيديو على اليوتيوب، قلت احتمال أدخل بطولة لأول مرة في حياتي ما داخل بطولة، لأن كان الموضوع هواية. فبعد 40 وصلت عمر 40، قلت خلاص اختاريت عمر 40 أول شيء لأنه عمر 40 رقم جميل جدا. نعم. يبين كبير، بس أنا عمري شكلي أصغر. نعم. وبالبطولات عمر 40 يسموه ماستر كلاس، فما راح أتنافس مع اللي أصغر من عندي، أتنافس. نعم. مع اللي أكبر من عندي. فقلت خلينا ناخذ الموضوع، والحمد لله دخلت يعني مرحله الاساتذه. ما مرحله الاساتذه. نعم. يسموهم الماسترز. نعم. فدخلت مرحله الماستر، وكانت اول بطوله لي في شهر الثاني في دبي. والحمد لله حققت مركز مرضي اللي هو المركز الخامس في اول مشاركه لي. نعم. واستمتعت في المشوار، سجلت اليوميات في اليوتيوب سميتها مشوار البطوله الاولى. التحديات اللي اعاني من عندها من ناحيه شغل المجال الطبي اللي مشتغل فيه. نعم. بعدها اروح خلال هالفتره هذه ال 11 سنه تخصصت في مجال التدريب. ما شاء الله. درست وحصلت على شهادة الماجستير في بناء الأجسام والتغذية. صار عندك شغف. صار عندي شغف وعندي حب للعمل المتواصل في تغيير حياة الأشخاص الناس اللي أصغر من عندي. طيب الحين إحنا داخلين على شهر رمضان وما عاد بقى عليه شيء يعني. نعم. الله يشرفه. فكيف ممكن نتحكم في نظامنا الغذائي، خاصة إن إحنا تغير نظامنا الغذائي تماما، تبدأ الحلويات والمعجنات والأكل اللي يصير يعني كأنه مسابقة. أول كلمة ذكرتيها اللي هي الحلويات، هي هذه مشكلة رمضان. احنا اول ما نفكر برمضان نفكر في الكنافة وفي والقيمات والمهلبية. بالضبط. هو رمضان بالنسبة ان احنا المفروض ناخذه كشهر نرست فيه جسمنا، نرست فيه الهرمونات اللي في الجسم، لانه هي هذه اهم شغله في. نعم. في رمضان الناس تتكلم عن الصيام المتقطع، واحنا كمسلمين عندنا شهر رمضان، الله اعطينا. نعم. شهر. نعم. نرست فيه هرموناتنا انه ما نركز على الاكل. بالضبط. بس فاحنا خلال فتره الصيام ما ناكل شيء ولا نشرب شيء، بس المشكله اللي هي بعد الافطار الافراط في الحلويات. نعم. احنا اذا بس نمنع الحلويات ومساله النوم، النوم جدا مهم. نعم. خلال فتره ما نواصل. هل شغلتين هذه مهمة؟ سيف بالختام، يعني ما شاء الله تجربة طويلة واشتغلت فيها بشكل كبير، ولكن بجملة بكلمة نوجهها. نعم. لكل المشاهدين يعني اللي حابين يستفيدون من هذه التجربة. نعم. اللي خذتها. ما في شيء مستحيل. نعم. الموضوع جدا سهل. ممكن أي شخص يتغير، إذا أنا قدرت أسوي هالشيء هذا فأكيد ملايين من الناس ممكن أنه يغيرون من حياتهم، وصحتهم أهم من الشكل. الصحة تتبع، والجسم يتبع الصحة. طيب سؤال أخير بس وأبغى جواب على السريع
هل فعلا في رمضان لازم نسوي رياضة قبل الفطور عشان جسمنا يحرق صدق ولا؟ الرياضة في أي وقت ممكن تسويه، وما في شيء اسمه أنه أنت مستحيل أقدر أسوي رياضة قبل الإفطار يعني لأنه ما ماكل شيء، جسمنا يمدنا بالطاقة. نعم. شكرا لك سيف، وصراحة يعني يعني كثير فخورين باللي أنت سويته، ومستحين بعد نقول لك أنه إحنا بنروح ناكل مندي. وين مندي؟ لا بس صحي، بس مندي صحي. مندي مو مشكلة، فيه المشكلة في الحلويات، بس اترك الحلويات. يعطيك ألف عافية، ما قصر، شكرا لك.